اهلا بيكم في كورس جافا سكريبت مع المهندس شريف الديب. في المحاضره اللي فاتت اتعرفنا على الجافا سكريبت وعرفنا هي بتستخدم في ايه بالظبط. في المحاضره دي ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها ايكما سكريبت. قبل ما ندخل في تفاصيل المحاضره، لو عايز تتابع الدوره بالكامل هتلاقينا على اليوتيوب على قناه شري ليرن وصفحه شريف الديب على الفيسبوك، اللينكات موجوده قدامك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايكما سكريبت. واختصارها ES ECMA Script. جافا سكريبت بتتبع معايير قياسية اسمها ECMA Script، ودي اللي بتحدد خصائص اللغة وطريقة عملها وطريقة كتابة الأكواد. يعني الجافا سكريبت هي لغة البرمجة نفسها، أما ECMA Script هي المعايير اللي الجافا سكريبت بتتبعها علشان طريقة كتابة الأكواد وطريقة عمل لغة الجافا سكريبت. كل سنة ECMA Script بتتطور وبتضيف للغة خصائص جديدة. لما بتكتب كود جافا سكريبت لازم تقرر من الأول أنت هتستخدم أنه إصدار ECMA Script. ممكن مثلا تستخدم ECMA Script 2015 أو 2017 او 2019 وهكذا. طب بتقرر بناء على ايه؟ لو هتستخدم اصدار ايكما سكريبت قديم 2015 مثلا، فده معناه انك مش هتقدر تستخدم الفيتشرز الحديثة اللي انضافت بعد الاصدار اللي انت بتستخدمه. لكن في نفس الوقت لو هتستخدم اصدار حديث هيحصل مشكلة تانية، وهي انه مش هيشتغل عند كل الناس. زي ما اتفقنا ان في جزء من الكود بيشتغل في البراوزر عند الناس مش في السيرفر عندك، فانت ما تضمنش ان كل الناس بتستخدم الاصدارات الحديثة من البراوزر واللي بتدعم ايكما سكريبت الحديثة. مش كل الناس بتستخدم نفس البراوزرز، مثلا في ناس بتستخدم جوجل كروم وفي ناس بتستخدم فايرفوكس وهكذا، ومش كل البراوزرز بتتعامل مع الكود بنفس الطريقة، وده معناه ان الكود بتاعك هيشتغل عند كل واحد بطريقة مختلفة، وهتظهر ايرورز عند بعض الناس ممكن ما تظهرش عند ناس تانية. عشان كده عاوزك من اول يوم برمجة تاخد في اعتبارك الظروف المختلفة اللي الكود هيشتغل فيها. لازم تعمل اختبارات للكود بتاعك في بيئات عمل مختلفة. في حالتنا دي هتحتاج تختبر الكود في براوزرز مختلفة بإصدارات مختلفة. عشان كده لازم تتعلم ازاي تعمل اختبارات لكل جزء من الكود بتاعك، وده هنتكلم عنه بالتفصيل في كورس التيستنج، وهنتعلم فيه ازاي تعمل يونت تيست وان تو ان تيست، وازاي تعمل بنش مارك للأكواد عشان تقرر هتمشي اللوجيك بتاع البرنامج بتاعك بأنه طريقة. ده غير طبعا اختبارات البرفورمانس والبروفايلنج والنتورك وغيرها. طيب نحل بقى مشكلة اختيار اصدار الايكما سكريبت ازاي. احنا اتفقنا انك لو هتستخدم اصدار قديم معناها انك مش هتقدر تستخدم الخصائص الحديثة، لكن لو هتستخدم اصدار حديث فده معناه ان الكود بتاعك ممكن ما يشتغلش عند كل الناس. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ في حاجة بقى اسمها ترانسبايلرز، بتتكتب كده ترانسبايلرز. الترانسبايلرز دي حاجة زي كومبايلرز على صغير، دي وظيفتها بتحول الكود من صورة لصورة تانية. يعني انت بتكتب كود وبعد كده ترانسبايلر بيحوله لصيغة تانية، فانت بتكتب الكود لو انت مثلا عايز تستخدم ايكما سكريبت 2019، لكن في نفس الوقت عايز الناتج بتاعك يشتغل في البراوزرز اللي بتدعم 2015 ومش بتدعم 2019. تعمل ده ازاي؟ بتكتب الكود بتاعك عادي جدا، بيتبع معايير ECMA Script 2019 وبعدين الترانسبايلر بيحوله ل ECMA Script 2015. يعني انت الكود بتاعك مثلا مكتوب ب ECMA Script 2019، معناها انك قادر تستخدم كل الخصائص اللي بتدعمها ECMA Script 2019، وبعدين الترانسبايلر بيحوله لك ل ECMA Script 2015. تمام، ده معناه ايه بقى؟ معناه انك قدرت تستخدم الخصائص اللي موجودة في 2015، لكن في نفس الوقت الكود بتاعك بيشتغل في ECMA Script 2019. من اشهر انواع الترانسبايلرز، طبعا في ترانسبايلرز كتير وكل ترانسبايلر بيعمل حاجة معينة، ده مثال لاحد فوائد الترانسبايلر، ان انا ممكن اكتب كود ب 2019 وحوله ل 2015، لكن مش دي الفايده الوحيده للترانسبايلر. ترانسبايلر في الاخر بيحول لك الكود لكود جافا سكريبت، لكن ممكن مثلا ترانسبايلر بيحول لك الكود لاصدار اقدم شويه. يعني انت بتكتب مثلا الكود بصيغه حديثه وبيحوله لك لاصدار اقدم شويه، بحيث يؤدي نفس الغرض في الاخر ولكن بطريقه تقدر البراوزرز القديمه تفهمها. ممكن ترانسبايلر تاني بيسمح لك انك تضيف خصائص جديدة او تعمل تايب تشيكينج مثلا او كده. من اشهر انواع الترانسبايلرز واللي انا بحب استخدمها ترانسبايلر اسمه تايب سكريبت.
وده هنتكلم عنه في كورس لوحده. التايب سكريبت ده بيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه بيحول الاكواد الاكما سكريبت اللي انت بتكتبها لاكواد اكما سكريبت مختلفه، يعني حسب التارجت اللي انت عايزه، يعني بيحول اكواد الاكما سكريبت. لكن بيعمل حاجه تانية كمان اسمها تايب تشيكينج. تايب تشيكينج يعني ايه؟ يعني في الجافا سكريبت احنا ما عندناش حاجه اسمها تايب تشيكينج زي اللي موجوده في لغات مثلا سي وجافا وكده. باختصار شديد جدا هي ميزه بتضاف للغه، زي ما اتفقنا ان الترانسبايلر ممكن يضيف ميزه معينه للغه، انك بتعمل تشيك على كل فاريبل للجافا سكريبت، بحيث لو استخدمت التايب بشكل خطأ يديلك تنبيه وانت شغال. هنتكلم طبعا في التفاصيل، لان التايب سكريبت ده كورس كامل لوحده ان شاء الله هناخده بعد ما نخلص كورس الجافا سكريبت. يعني التايب سكريبت ليه فايدتين. الفايده الاولى بيحول كود مكتوب بمعايير حديثه الى كود اقدم، او العكس، لكن طبعا احنا ما بنحتاجش نعمل العكس، احنا بنحتاج نكتب بالكود الحديث، بس في نفس الوقت احيانا بنبقى عايزين البرنامج بتاعنا يشتغل في البراوزرز حتى القديمه، فبنحوله الى اصدار اكما سكريبت ادم، بحيث بيؤدي نفس الغرض في الاخر، ولكن طريقه الكود نفسه بيبقى كتير شويه او كده، احنا مش هنقعد نكتب كل ده بايدينا، فبنستخدم ترانسبايلر زي تايب سكريبت. لكن الميزه الاساسيه في التايب سكريبت انه بيعمل كمان تايب تشيكينج. مش تايب سكريبت هو مش الترانسبايلر الوحيد، هنتكلم طبعا في محاضره كامله عن الترانسبايلرز وايه الفروقات ما بينهم وليه انا اخترت التايب سكريبت في معظم شغلي. اتكلمنا النهارده عن الاكما سكريبت وعن التايب سكريبت وعن الترانسبايلرز. انا عايزك تفرق ما بين المصطلحات وتفهم المصطلحات كويس عشان هتقابلك كتير. الجافا سكريبت هي لغه البرمجه، وطبعا احنا اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت بالتفصيل وعارفين دلوقتي هي بتعمل ايه بالظبط. الاكما سكريبت هي المعايير القياسيه اللي التايب سكريبت اللي الجافا سكريبت بتستخدمها. الترانسبايلر هو عباره عن كومبايلر صغير، فايدته بيحول الكود من صوره الى صوره تانية، يعني مثلا بيحول كود مكتوب باكما سكريبت 2019 الى كود مكتوب باكما سكريبت 2015. التايب سكريبت هو احد انواع الترانسبايلرز، واللي بالاضافه الى انه بيحول الكود من اكما سكريبت 2019 الى اكما سكريبت 2015 او طبعا اي اصدارات انت بتختارها، وكمان بيضيف ميزه التايب تشيكينج واللي هنتعرف عليها ان شاء الله في كورس التايب سكريبت، بس بعد ما نخلص كورس الجافا سكريبت. نشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا الجرس وتدخلوا على صفحة شريف الديب على الفيسبوك، وكمان تعملوا له مشاهدة اولا علشان ما يفوتكمش اي درس. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.